يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تفصلوا لنا تفصيلا مناسبا في حكم من طاف حول القبور، وماذا نقول عمن طاف في هذا الزمان في بعض البلدان الإسلامية؟ إذا طاف حول القبور يتقرب إلى أصحابها هذا شرك أكبر، لأنه يعبد الميت، لأن الطواف عبادة، الطواف عبادة، فإذا نوى به الميت وتقرب إلى الميت بالطواف بقبره هذا شرك أكبر، يخرج من الملة لأنه عبد غير الله. أما إذا كان يظن أن الطواف بالقبر أنه عبادة لله وناويه لله عز وجل، ولكن يطوف بالقبر يظن أنه ينفع الطواف به عند الله، فهذا يعتبر شركا أصغر، لأنه لم يقصد القبر وإنما قصد التقرب إلى الله، لكن تقرب إليه ببدعة، تقرب إلى الله ببدعة، فهذا يعتبر ضلالا ويعتبر شركا أصغر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، والغالب والله أعلم أن اللي يطوفون بالقبور من النوع الأول، يقصدون التقرب إلى الأموات، هو شرك أكبر. نعم.